قضية تحقيق اللي هو يباشر قضية تحقيق لدى محكمة خراطة ويباشر فيه فيما يخص قتل المرحوم زبير عيسى من ولاية واد سوف. دونك اليوم قاضي تحقيق بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو فتح تحقيق ذلك فتح اون انفورماسيون جوديسيال اون انستركسيون. التحقيق القضائي هذا هو سمع عائلة المرحوم وسمع شهود وهو رايح يسمع المتهمين الذي هم بعدد ستة من أجل تهمة الضرب والجرح المفضي للوفاة دون قصد إحداثها مع تكوين جماعة أشرار والتدخل في وظيفة مدنية دون رخصة. أؤكد فقط كدفاع بأننا على يقين بأن السيد قاضي التحقيق لدى محكمة خراطة سيقوم بكل الوسائل اللازمة من أجل الوصول إلى الحقيقة من خلال دراسة سواء الدلائل اللي يقدموها جهات الإثبات أو الدلائل اللي يقدموها جهات النفي.